بيكم فيديو جديد من قناتنا العاب الاطفال. هنعمل النهارده مع بعض بالصلصال كيكات صغيره جميله قوي، كمان هنزوقها باستخدام الفورمه اللي عندنا ديت. والفورمه دي كمان فيها اشكال كتيره قوي زي ما انتم شايفين. انا هركب الفورمه الاولانيه وهنشوف مع بعض ايه الشكل اللي هتطلعه. دي الفورمه بتتركب فوق هنا، وبعدين هبدأ دلوقتي اجيب الصلصال واحطه في القطعة التحتانية وهضغط عليه كويس قوي. هاخد صلصال اصفر وهحطه هنا في الجزء اللي تحت. وبكده اتشكلت اول كيكاية او اول كب كيك. شايفين شكلها قد ايه جميل؟ هشيل الزيادات طبعا وهطلعها دلوقتي من الفرن عشان نحطها في الطبق. هو ده الشكل النهائي بتاعها، طبعا لسه هزوقها بالوان تانية، هحطها هنا وهعمل واحدة كمان علشان نزوقهم مع بعض. دلوقتي هعمل واحدة بالفورمة دي. انا غيرت الفورمة زي ما انتم شايفين، بشيل القطعة اللي فوق بس القطعة اللي تحت بتفضل ثابتة. هعمل الكب كيك المرة دي باللون الموف، هحط قطعة الصلصال جوه وهضغط عليها زي الخطوة اللي فاتت. وكده الكب كيك التاني جاهز. شايفين شكله حلو ازاي؟ دلوقتي برضه هحطها في الطبق وهبدأ ان انا ازوق الاتنين. انا بفكر ان انا ازوقها بكريمة بالصلصال الاخضر. هستخدم كده القطعة دي وهحط فيها الصلصال. هحط صلصال تاني علشان اكمل تزيين. وكده الكب كيك الاولاني بتاعي جاهز، او التورتاية الصغيرة جاهزة. هزين برضو التورتاية التانية بلون صلصال مختلف. ممكن استخدم هنا الفورمات دي في اني اشكل بلالين صغيرة بالشكل دوت وابدأ ان انا ازين بيها الكب كيك. شايفين ازاي بضغط كويس قوي جوه الفورمة وبيطلع لي الشكل. ودلوقتي هبدأ ان انا ازين التورتاية التانية، هستخدم فيها صلصال فوشيا. وبكده هي جاهزة للتقديم. وبجد انا حابة الالوان قوي مع بعضها. ممكن برضو ان انا ابدأ اعمل بيها اشكال كده من فوق صغيرة بلون مختلف، ودوت الشكل النهائي بتاع التورتاية. وكده مش فاضل غير اني اعمل المصاصات للاطفال اللي هيجوا الحفلة. الجزء اللي في الجنب دوت مخصص لعمل المصاصات،
احط الوان مختلفة مع بعضها من الصلصال، وهبدأ ان انا اضغطها مع بعضها علشان يتشكل لي شكل المصاصة. احط اكتر من لون لاني بحب الالوان الكتيرة قوي، وكمان الاطفال بيحبوا قوي تنوع الالوان. وهحط كمان لون اخضر. ودلوقتي هحطهم هنا في العصاية بتاعت المصاصة، وهبدأ ان انا اضغط عليهم في الجزء ده. هدخل الصلصال كده كله، وبعدين هضغط كويس قوي. وده الشكل النهائي بتاع المصاصة. هحطها هنا وهعمل واحدة تانية بألوان مختلفة، هاخد برضو صلصال اخضر وكمان اصفر. وهعمل نفس الخطوة اللي فاتت. وكده المصاصات جاهزة. دلوقتي ممكن ان انا اعمل اشكال تانية صغيرة من الفورمات اللي موجودة على التورتاية، او ممكن اكتفي كده باللي انا عملته. ممكن مثلا اعمل اشكال كيكات صغيرة من هنا، شايفين الكيكات الصغيرة ديت؟ شكلها حلو قوي بجد. انا هنا خلطت الالوان كلها مع بعضها وطلع لي الشكل الجميل دوت في النهاية. في هنا كمان اشكال حلوة قوي ممكن برضو تستخدموها، دوت قلب ممكن تزينوا بيه الكيكات بتاعتكم. كده انا خلصت تقريبا كل حاجة، بس في حاجات تانية كتير لسه ما استخدمتهاش. دلوقتي هشيل القطعة ديت من هنا علشان احط التورتاية اللي فوق على الجزء التحتاني وشكل التورتاية يكمل. وكده حفلة عيد الميلاد جاهزة انها تبتدي، دوت الشمع وكمان المصاصات، وعملنا كيك. وطبعا تقدروا تعملوا كميات كبيرة قوي اكتر من كده. اتمنى ان الكيكات بتاعتي تكون عجبتكم، ياريت تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ياريت كمان لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد من القناة بتاعتنا. شكرا ليكم، باي باي.